بالنصر دائما، أعدكم بالنصر مجددا. إذن كما كنا ذكرنا في بداية الحلقة، ينضم إلينا الآن من دمشق رئيس الدائرة السياسية في المنظمة العالمية للمغتربين العرب الأستاذ محمد ضرار جمو، ومن اسطنبول ينضم المنسق السياسي والإعلامي في الجيش السوري الحر الأستاذ لؤي المقداد. مساء خير أستاذ محمد. أستاذ وليد، لك وللمشاهدين وضيوفك. شكرا لك. طبعا تابعت هذا التقرير وخصوصا الذي أشر فيه من أعده إلى مجموعة خيانات تعرضت لها قوات حزب الله فيما يتعلق بالمعارك العسكرية التي تخاض في القصير. ماذا تقول عن هذه المعلومات الواردة في التقرير؟ بحسب علمي أستاذ وليد أنه لا وجود لمثل هذه الرواية بحسب المصادر التي لدي، وأنا كنت قد قمت بجولة في تلك المناطق قبل أيام قليلة وأعلن عن ذلك، ولكن إذا ما كان حصل شيء من هذا القبيل هذا لا يعني أن المجتمع وصل إلى درجة أن لا يكون هنالك خيانات. في كل الحروب قد يكون في مثل هذه القضايا أشياء من هذا النوع وتحصل بعض الخيانات، ولكن أريد أن أعقب على بعض القضايا قبل أن أدخل إلى موضوع القصير عما دار في الاستديو أثناء الحديث معك أستاذ وليد. موضوع الحدود اللبنانية وموضوع فتحة، هذا الموضوع أعتقد أن المسؤولية لم تكن هي على سوريا، ويقال أن حزب الله هو الذي يشارك اليوم. أين الذي شاركوا في بداية الأحداث والذي لم يأتي الحديث في الحلقة عنهم بالمطلق، بالمئات الذين شاركوا في المعارك في تل كلاخ وعلى طول الحدود وفي الداخل السوري من لبنان وهم لبنانيون، وسلمت السلطات السورية مجموعة منهم بشكل كبير جدا إلى لبنان. لماذا لم نتحدث عن هذه الأمور في توازن؟ يعني لا يوجد نائي بالنفس في لبنان لدى السلطة منذ البداية لكي نقول أن الأمر شفاف حتى هذه الدرجة التي نتحدث عنها. أما عن موضوع القصير، أنا أعتقد أن هذا الموضوع الذي روج له بشكل كبير قد قسم ظهر الذين يلعبون في الساحة السورية من خلال الضربات التي تلقوها، وأصبح العالم يتحدث، ليس سوريا، العالم والصحف الدولية والمجتمع الدولي يتحدث عن الضربات الكبرى التي تلقوها بالقصير، والذي أعتقد أنها لن تطول حتى تنتهي معركة القصير. عظيم. لذلك تفضل أستاذ وليد. لا يعني بس بدي أقول لك بخصوص أنه المجموعات، البعض المجموعات يلي ذكرت أو حكيت عنها، يعني هون في تركيز على أنه الفرق الأساسي أنه يمكن في مجموعات غير منظمة ذهبت إلى سوريا بشكل أو بآخر للقتال، وإنما الموضوع فيما يتعلق بحزب الله مختلف تماما، لأنه هذا الحزب في عنده قيادة مركزية وهو يشارك في الحكومة، يشارك في البرلمان اللبناني. انطلاقا من كل هذه المعطيات فإن اتخاذه هذا الموقف يرتب مسؤوليات كبيرة على لبنان وعلى الجسم اللبناني ككل. يعني بالحقيقة لازم نعرف أنه الموضوع بين لبنان وسوريا والمنطقة هو موضوع غير مفصول أستاذ وليد، وهو الناس اللي عم نقول عنهم أنه اللي إذا قاتلوا في سوريا غير منظمين، هو كانوا تابعين لجهات سياسية وما زالوا. يعني حزب المستقبل حزب غير منه تنظيم بلبنان، النواب اللي دخلت عقاب صقر والاعترافات اللي حصلت عليه وغيره، كل الدول التي شاركت في الموضوع ومن ضمن لبنان في الأزمة في سوريا كلها هي مانا منظمة؟ لا، هنالك شيء منظم يدور، وهذا فصل من فصول الصراع الذي يجري في المنطقة، وهنالك عملية كسر عظم تجري في الشرق الأوسط اليوم، هنالك مشروعين كبار في المنطقة، لا يمكن أن نقول أن هذا الأمر بيمشي وأنه هذا ما بيمشي، هنالك خلط للأوراق من كل الجهات وهنالك تدخل من كل الجهات. لذلك لا أستغرب أنا عندما تدخلت سوريا لإنقاذ لبنان في العام 82 وذهب عشرات الآلاف من الشهداء من الجيش السوري، يعني لماذا لا يتدخل بعض حلفاء سوريا في هذه الأيام مثلا؟ أنا لا أستغرب مثلا، لأنه يا أستاذ محمد الفرق الأساسي أنه التدخل كان بوقتها من سوريا من قبل دولة، يعني الدولة السورية تدخلت وربما بناء على تنسيق ما مع الدولة اللبنانية، بينما اليوم الأمر مختلف، يعني هناك منظمة لبنانية حزب لبناني يتدخل من دون رضا الدولة أو موافقة الدولة اللبنانية. طيب عندما أمنت سوريا بالعام 2006
كثير من القضايا اللوجستية والسلاح وغيره لكسر الإسرائيلي في هذه المعركة واحتضان الشعب اللبناني. هل كان هذا موقفا سياسيا عسكريا أم لا؟ يعني أنا أقول أن المفهوم أستاذ وليد لهذه القضايا هو مفهوم فضفاض. يجب علينا أن نتنبه أن هنالك مشروعين في المنطقة وهذين المشروعين كبيرين، هنالك بداية لنهاية هذا المشروع المتغطرس والذي أغفله ضيفك السيد العميد جورج وقال أن النظام في سوريا حكم شعبه لمدة 40 عام وهو احتل شعبه. هذا أمر غير منطقي في الكلام السياسي، لا يمكن أن يطرح أن دولة احتلت شعبها. هنالك دولة تمارس كافة سيادتها على الأرض، لا يمكن لأحد أن ينقض هذا الأمر، هو أمر غير موضوعي وغير منطقي. طيب. شكرا لك. طبعا رح أرجع أتابع معك، بس بدي انتقل إلى اسطنبول مع الأستاذ لؤي المقداد. أستاذ لؤي، استمعت إلى بعض مقاله أو إلى كل مقاله الأستاذ محمد دارجمه ويلي عم بيأكد فيه أنه بدأت النهاية للمشروع يلي عم يتحدث عنه، لأنه طبعا الصراع في المنطقة هو بين مشروعين. هل صحيح أنه يلي عم يجري على الأرض في الأراضي السورية اليوم هو بداية اندحار المشروع الغربي أو المشروع المضاد للمقاومة في سبيل أنه تركز المقاومة أو مشروع المقاومة أكثر فأكثر سيطرتها على الأراضي السورية؟ نعم، مساء الخير استاذ وليد، لك ولضيوفك اول شيء. هلا يعني انا بس بتمنى انه ما ينهار المشروع وتنتهي القصه كلها قبل ما تخلص الحلقه، لانه حقيقه هلا انا بوضع نفسي يعني تعبان. فبكل الاحوال في مشكل هلا اساسي، يعني اسوه بضيفك من دمشق، يا ريت تعطيني دقيقتين بس تفضل لخص كمان ما ورد في 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 المقدمه التي استمعنا لها. هلا انا لن اعلق على الاحداث، لانه حقيقه الاحداث التي رويت من اول نص ساعه من الحلقه يعني اقرب شيء كان بتصور قبل شيء 20 او 30 سنه من ما اخلق، وابعد شيء وصلنا لشيء 8000 يعني وشيء قبل الميلاد، وهيك قصص ما فينا نناقش. ضيفك العميد حطيت يلي انسحب من الحلقه. بكل الاحوال انا ما اقوله اليوم، يعني رح اعلق اول شيء على كلام سياده العميد بمختصر وكلام سياده الاستاذ درار جمو من دمشق كمان بمختصر. مبدئيا انا حقيقه ما استمعت اليه، يعني كنت احيانا مثلا تكون حمص تقصف بالطيران، حتى على قناة الدنيا على سبيل المثال أو الفضائية السورية، بتشوف برنامج حول تكاثر البطريق الأزرق أو حول حماية النمل الأبيض مثلا، تكون حلب عم تقصف بصواريخ السكود، بتحط على المنار بتشوف ولا شيء، مثلا برنامج بيتعلق بالفضاء، بيتعلق بأي شيء، بدعاء أي شيء. فكنت أقول أنه هل يمكن أن يكون هناك إعلام يستهدف شريحة معينة من المجتمع يتعامل مع حدث بهذا الحجم بهذه الطريقة؟ بمعنى مدن تقصف بالطيران، مدن تقصف بصواريخ السكود في سوريا وليس في الكاميرون، ويتعامل بهذا الاستسخاف مع عقل المشاهد. أنا حقيقة بعد ما سمعت بداية ومقدمة الحلقة اكتشفت خلال نص ساعة أنه أنا نص ساعة ضاعت في شخص يتكلم وهو لم يقل شيء، لم يذكر سبب لتدخل حزب الله، لم يذكر، لا يا سيدي لم يذكر أي شيء، أي شيء يعني قدرة هائلة على الكلام من غير معاني. استاذ لؤي قال كلام كتير واضح وصريح، عم بيقول أنه في صراع بين مشروعين، انطلاقة من هذا الصراع بين مشروعين يحق لحزب الله أنه يروح بهجوم استباقي إلى القصير وربما إلى غير القصير. هيك بتعتبره قال؟ ايه طبعا، يعني هيك بتعتبره انه قال اذا في صراع، في صراع بين مشروعين. يا سيدي وانا عم اقول في صراع بين مشروعين على راس المشروع الاسرائيلي بشار الاسد، اذا هو هيك المقياس. يعني الغريب انه يقول لك تعال نتكلم بالوقائع، لين نتكلم بالوقائع، والغريب بيقول لك نتكلم بالوقائع وبيرجع عند كونفوشيوس. نتكلم بالوقائع، البوارج الموجوده في طرطوس، البوارج الحربيه الوحيده في السواحل السوريه هي روسيه. بيقول لك هناك مشروع تقوده أمريكا وإسرائيل، يعني يا ما شاء الله على هالأمريكان كيف بيعرفوا يقودوا مشاريعهم. أمريكا تقود مشروع وروسيا ترسل بوارج، أمريكا تقود مشروع وإيران تسلح، أمريكا تقود مشروع وحزب الله يدخل ليقتل. يعني أنا ما شفت إدارة حقيقة، إذا عندك شيء مشروع سلمه للأمريكان فورا ليقودوا المشروع بهذا الشكل. بكل الأحوال أنتقل إلى كلام ضيفك من دمشق. بناء على كلام ضيفك، هناك اليوم 4 قوى تدخل في سوريا: إيران، روسيا، حزب الله، وعقاب صقر. يعني هو هذا المشروع، عقاب صقر اعترف. الروس عندهم بوارج، لا عقاب صقر اعترف. متى اعترف عقاب صقر ما بعرف، لكن هم 4 قوى يعني يتوازوا بالقوة، عقاب وروسيا وأمريكا والإيران وحزب الله. حزب الله يدخل آلاف المقاتلين إلى سوريا، يشارك في القتل علنا،
يعترف حسن نصر الله بأني أشارك، نعم أنا أشارك وأحمي نظام بشار الأسد، وهذا يعتبر يعني هذا الكلام بيستثني ضيفك وبينسى. بكل الأحوال نحن اليوم أمام مشروع فعلا، نحن اليوم أمام مشروع، أنا أأمل أنا أتمنى على السوريين أن يدركوا حقيقة هذا المشروع. المشروع اليوم يقوم على مرتكزات، هذه المرتكزات أن هناك نظام منذ عامين ونصف يقوم بحملة تطهير وإبادة جماعية في سوريا، هو يسميها تطهير ولست أنا، يعني من يطهر من من أنا لا أعلم، وهذا النظام لم يفلح حتى الآن في أن يركع الشعب السوري. ضيفك الكريم من دمشق يقول لك هناك انتصارات يعترف بها الجميع، لا أعرف عن الجميع لكن دائما في عنده الجميع يعترفوا، والقناة العشرة الإسرائيلية قالت والسابعة قالت وقصة، يعني بكل الأحوال اعترف الجميع بالضربات المحكمة والتقدم المهول. يا أستاذ درار يعني لنحترم بعض ولنحترم عقول المشاهدين، لمن يريد أن يتحدث عن تقدم على الأرض يجب أن يكون اعترف بهزائم، من يريد أن يتحدث على أنه سيطر على مطار الضبعة يجب أن يعترف بداية عندما حرر مطار الضبعة وبات بعهدة الجيش الحر. يعني أنتم منذ اليوم الأول تتحدثون عن تقدم تقدم تقدم، يا أخي إذا كانت سوريا طول عمرها تحت إيدكم وتحت سيطرتكم ومن اليوم الأول ما في شيء وخلصت، طب كنتوا عم تتقدموا وين كنتوا رايحين؟ باتجاه أستراليا؟ طلعتوا على كوكب تاني؟ فقط الله إيه بس اليوم تلكم. اليوم ما في تقدم استاذ لؤي، اليوم ما في تقدم، تقدم من خلال شو؟ ما هي الكتلة التي اعترف النظام بأنها حررت لنعترف له أنه تقدم ولا لا؟ عم بيقولوا أنه صار في سيطرة على قسم لا بأس به من القصير، يعني هو كان معترف بأنه القصير بكاملها محررة، وما يعترف لي بالأولى لقل له على الثانية. طبعا لنفترض لا هلأ هداك واقع، بس اليوم عم نحكي ما في تراجع، ما في تراجع، هداك واقع هنن بكذبوه استاذ وليد، هداك واقع هن بكذبوا. استاذ محمد، استاذ محمد بتكذب هالامر يا ما عم بحملك امر انت ما بتحمله. اول شيء انا ما صار ولا مره حوار وقلت فيه انه ما في هنالك مناطق خارج السيطره بالمطلق، وهالكلام اللي عم يتحدث عنه ضيفك انا ما تم النقاش معي فيه في المطلق، وهي حرب كر وفر بتصير فيها كل هالقضايا وهي معروفه ومحسومه، ما في حدا يجي يقول ايه ولا، ما هو المشكل. المشكل انه اليوم كل ما جينا لحتى نتحدث عن امر نجي منقول انه ها بيزبط وها ما بيزبط، انه العالم اعترف والعالم ما بيعترف. انا بعتقد الحقيقة الامر استاذ وليد هي انه لازم نعترف انه الكباش على الارض السورية لم ينتهي حتى هذه اللحظة، انه هنالك عملية كسر عظم للميليشيات المسلحة في سوريا بشكل كبير، اسقط هذا الحلم وهذا المشروع لهؤلاء، هنالك من تخلى عنهم ايضا جزئيا، هنالك من رمى بهم على قارعة الطريق، هنالك قضايا كبرى وتحولات تحصل، وهنالك مشاريع رديفة أيضا. أنا لا أقول أن القضية ستنتهي، أنا حددت أن بداية نهاية هذا المشروع. هلأ إذا في حدا عنده حالة نفسية منهارة برا جوا، من اللي بيأيدوا من اللي هن ضد، هن مشروع يعني ما في هيكلية معينة للي عم يقول أنه هن حاضرين أو مسيطرين. يا أستاذ درار ما حدا عنده أزمة نفسية، بس حرام تلقينا على قارعة الطريق، بالنتيجة نحن سوريين. إذا بتريد لا تقاطعني خليني كفي، ما بيصير هذا الكلام. سوري يا أستاذ، عم تحولنا وعم تعملنا يا أستاذ لؤي، إذا أنت سوري وهيك رجعوا يا قيع سوريا وتعوا عيشوا هون وعملوا مشروعكم هون لشو يا أخي، منجي بعدين الجيش السوري منجي. بعدين أنتوا عم تقولوا جيش سوري حر، جيش سوري حر لازم يعد، يا أستاذ لازم يعد عمليته لإسرائيل، بلعبوا ضربوا الرادارات في إسرائيل يا اخي عظيم. انا رح احكي، تضربوا الرادارات انتوا خدمه لاسرائيل، انت عم تقول انه رئيس بشار الاسد اللي عم يصارع العالم عم تقول هو عم يخدم المشروع الاسرائيلي، طيب كيف بدي احكي وانت بتحكي اللهجه الاسرائيليه؟ طيب معقول هالكلام؟ احكيني كلام هو عن جد عم تحكي انه عم يصارع العالم؟ طب هو عم يصارع العالم؟ عم يصارع العالم؟ ما انتوا كسرتوا لهلا مصحيت من النوم اللبنانيه يا اخي، هلا لحد الان مصحيت. طيب لحد الآن ما صحيت من النوم أنه اليوم سنتين وأربع شهور خمس شهور العالم كله عم يتصارع على الأرض في سوريا ويخسر، وبعدك معول أنه في شيء ممكن يركب؟ يا أستاذ سنتين، أستاذ درار سنتين وأربع شهور وأنتوا عم تتقدموا، أنتوا سنتين وأربع شهور وأنتوا عم تنتصروا، سنتين وأربع شهور عم تقلي تفضل على سوريا، طب تعال بس ما نخلص سوريا ونختصرها بأوتسراد المزة وساحة الأمويين، تتفضل على سوريا. نحن ما مختصرين شيء، نحن موجودين في كل مكان. ليك الدولة حتى الآن باعتقال العالم انت عم بتقول ما حدا عم بيعترف، يا أستاذ درار انت عم بتقول ما حدا عم بيعترف، إذا بتريد خليني أوضح لك، الدول كلها حتى هذه اللحظة يا أستاذ لؤي ما قدرت تسقط مشروع الدولة في سوريا، مشروع التقسيم سقط، مشروع اسقاط سوريا في الإعلام أيضا سقط، مشروع تدمير سوريا اقتصاديا سقط،
طيب شو اللي بدك هو في سوريا؟ ما نقائم الجيش العربي السوري حتى اليوم هو اقوى مما كان. يعني اليوم انا بدك تتفاجأ اكيد انه اليوم في قضايا ومنظومات في سوريا والدليل بانه يحتاج الى مقاتلي حزب الله، والدليل على انه اقتصادك ما زال لم يسقط انه الدولار ب 160. يا استاذ درار معلش، لو تعرض اي بلد بالعالم لو تعرض اي بلد بالعالم للذي يحصل في سوريا، اكثر من 100 دولة تتدخل ومئات المليارات من الدولارات تصرف في سوريا وسلاح اسرائيلي وغير اسرائيلي لما يسمونه المعارضة، لسقطت اكبر دول. بالعكس انا اقول لهم الشرف السوريين اليوم استاذ محمد، استاذ محمد استاذ لؤي رح ارجع لكم، بس بدي اسمع راي ضيفي بالاستوديو هون بالنسبة الى الواقع العسكري. يعني كيف تقرا الواقع العسكري ما يحصل في سوريا، وخصوصا انه تحدث استاذ محمد انه الجيش السوري او الدولة لم تسقط وبالتالي القوى العسكرية لم تزل قوية. أنا بس حابب رد على أستاذ محمد لما قلت أن الشعب السوري يصنع أو يغير التاريخ بإزالة الاحتلال الداخلي. أنا خلال 40 سنة لما ينتخب رئيس سوريا على أسنة حراب المخابرات والشبيحة و99.99% أنا بعده احتلال. إذا صارت بأمريكا بعدها احتلال، وين ما بتصير بعدها احتلال، إذا ما كانت انتخابات شفافة وإذا ما كانت انتخابات كل العالم بتفوت وراء البردية وبتعطي صوتة وبحرية تامة، هيدي منا انتخابات، هيدي احتلال داخلي وزائد. هلأ الوضع العسكري في سوريا، أنا بدي حلله الوضع العسكري من الناحية العسكرية البحت. أنا ما بدي أشوف لا جيش النظام شو عم يعمل ولا الجيش الحر شو عم يعمل، بس أنا بالتاريخ في مثلا ستالينغراد كانت بين الألمان والروس، لما سقطت ستالينغراد سقط هتلر، بس إذا سقطت القصير ما سقط الجيش الحر، بس إذا صمدت القصير بعتقد النظام عنده مشكلة. هل يمكن أن تصمد القصير برأيك؟ أنا برأيي القصير مش ممكن أن تصمد، ستصمد. أبحكي من الناحية العسكرية لأنه اللي عبئت له جوا في عندهم إيمان كبير، إن كان ديني وإن كان وطني وإن كان عقائدي وإن كان اللي بدكن إيه، إيمان كبير بأنه الحرية سوف تنبع من صمودهم في القصير. استاذ محمد، هالتأكيد نعم. ان القصير لن تسقط، انت شو عندك في هذا المجال؟ لانه عم نسمع يعني انه بالاعلام السوري وكانه في تأكيد انه القصير لا، بعكس ما عم بيقول العميد هون انها ستسقط. استاذ وليد انا رح احطك بالجو بخريطة ميدانية سريعة اذا بدك عن ما يحصل في القصير وفي غير القصير. نعم. بس قبل بدي اقول لسيادة العميد انه نحن بنتمنى انه يحترم شعور السوريين بالخطاب اللي بيطلقه. نحن كان في عنا رئيس اليوم انتقل إلى خالقه الرئيس القائد الخالد حافظ الأسد، نحن منقدس روحه الطاهرة وما في وما منقبل لحدا يجي يقول إنه كان في أجهزة وغير أجهزة بتعلي بهي الانتخابات. نحن هنالك ملايين بايعت هذا الرجل باسم كل السوريين. ولو يا استاذ بس ما يا اخي ما بي... انت اذا بتريد ما بتحدد لي اذا انا بحكي. نحن حتى الان أكثرية في سوريا. طب يا اخي والله يا اخي لا ما بكلهم، انا عم اقول لك نحن اكثريه. انا سوري واحد بس تقول لي نحن السوريين يعني عم تشمل يا استاذ اي. اذا بتريد لا تقاطعني الحلقه، بس يصير فيها مقاطعه ما بتركب. خلينا نحكي وبعدين بدك يا بتحكي. استاذ اي خلي كمل فكرته يلا ودغري لعندك. نحن كمل استاذ محمد. نعم استاذ وليد، فعم نقول لسياده العميد انه نحن هي الاليه قد يكون لدينا افتقار لتطبيق بعض الأنظمة الديمقراطية اللي سبقتنا دول عليها، وهذا أمر قد نكون نحن تضررنا في سوريا في الداخل السوري منه في بعض الممارسات، ولكن هذا لا يعني أننا نريد لأحد أن يأتي لينتقد قادتنا التي لا نسمح في المطلق، يعني لا لنفسنا ولا لأحد. نحن الرئيس القائد حافظ الأسد هو الذي بنى سوريا وهو الذي وضع كل هذه القوة التي تراها، وهنالك أسرار كبرى سيبقى العالم محكوم بهذه الفكرة إلى أن تظهر حكمة هذا الرجل إن شاء الله في أن ننتصر على أعداء سوريا. هذا واحد.
اما استاذ موضوع محمد القصير استاذ رح ارجع معك على القصير، نعم. بس عنده رد على هالموضوع هيك تم نتنقل بكثير مواضيع. عميد استاذ محمد، هتلر طلب من الشعب الالماني، قال لهم بدكم ياني انا كون حاكمكم ديكتاتوريا، قالوا له ايه، واخذهم على الخراب، وهلا وانتحر وانتهت المانيا النازيه، وبيستحوا الالمان انه يقولوا انه هن من المانيا النازيه. انا بعتقد لما بدت سوريا تتحرر تماما من الحكم البعثي المخابراتي الشبيحي، بعتقد مش كثير حيكونوا العالم يتبنوا هالكلام اللي عم تحكيه. مع احترامي لكل العالم، انا ما هنت حدا، انا بس قلت هيك انا بشوف. ما جبت سيرة لا اسم الرئيس الراحل بشار حافظ الاسد ولا سيرة الرئيس الحالي. طيب استاذ محمد، بكل الاحوال، نعم نعم استاذ وليد، بكل الاحوال نحن قلنا تننتقل للاجهزه التي فكرة التي دحرت اسرائيل هون وهذا فكر النظام هون الذي فكر تقواطها. نحن متمسكين في الثوابت استاذ عزيز. وليد بكل الاحوال خلينا نحكي عن القصير. ايه راح نروح للقصير. القصير استاذ وليد في الحقيقه اليوم عندك نسبه لا باس بها تتراوح بين 75 الى 65%، 65 الى 75% من اراضي القصير اليوم هي بعهده القوات السوريه، ولن يكون هنالك بالاسابيع القليله القادمه، واعتقد لن تاخذ اكثر من اسبوعين، سجل هذا الامر عندك. سيكون موضوع القصير منتهي، وسيكون هنالك احتفال في وسط القصير باسبوعين. هذا موضوع محسوم وهذا قرار كبير، نعم استاذ وليد، اكبر مما يتحدثون. وانا عم بقول للقينا السيد لؤي من تركيا انه يا استاذ لؤي، حتى اردوغان ليك حالته اليوم ميؤوس منا، انه انا برايي اذا انتم بتضبطوا هالموضوع وبترجعوا على سوريا، سوريا لكم جميعا، ما في داعي تشدوا حالكم بحدا غريب وبالاجنبي، لانه الاجنبي اليوم ما بقى هو بوارد يقدر يصمد. هذا الرجل اللي تحدث عن الرئيس بشار الاسد دير حال من سنتين واربع خمس شهور، واللي تحدث انه هو عن الرئيس الاسد غير ديمقراطي لانه تجمعوا ناس وما استقال، نزل مئات الالاف وما تحرك ولا تزل له جفن هذا الرجل، ومشروع التطرف في المنطقه عم يندفن على أيدي الجيش العربي السوري والقوات السورية يا أستاذ وليد. عظيم. هي المشروع دحر وتقسيم المنطقة، كل هذا يدفن تحت أقدام الجيش السوري اليوم. طب واضح. بتقلي المعركة طويلة، بقلك نعم. ايه واضح. خلينا نسمع رأي الأستاذ لؤي، وخصوصا أنك حددت يعني أنه تقريبا مهلة أسبوعين لحتى تكون الجيش السوري عم يحتفل في وسط القصير. أستاذ لؤي شو رأيك بهذا الكلام؟ معلوماتك حول هذا الموضوع. استاذ وليد بتقبل انه مداخله، يعني ما بعدك تكون من استديو مداخله هاتفيه انا والاستاذ درار بيتعهد قدام المشاهدين بعد اسبوعين على برنامجك؟ ايه بدك نسال استاذ محمد. انا اكيد بقبل. انا حاضر استاذ وليد، حدسك من وسط ليك، انا حاضر حدسك ببرنامج بموضوعي بعد اسبوعين يا استاذ اس ان جي ملك صير بعد اسبوعين، وانا حاضر. انا حاضر عظيم يا استاذ. واذا في الاستاذ لؤي، اذا في الاستاذ لؤي يجي على القصير يشرف. يلا استاذ لؤي تكرم عينك، تكرم عينك. هلا اول شيء بتجي على رقعه على موجود بالقصير هنيك لبين ما القصير. طيب هلا بس خليني ليك اسال اسال انت اسال اللي بتعرفهم انه انا كنت بالقصير هنيك وعلى طول بروح على القصير وبروح ما بدك وبروح على ادلب وعلى حلب ومحل ما بدك. استاذ محمد موجود بلدنا بنروح فيها وين ما بدنا. بس طيب انا ما قاطعتك، واتفقنا انه نحترم بعض ومداخلات بعض مشان نصل بالجمهور الى مكان معين. يلا هلا بداية، أول شيء يا أستاذ عم يقول ضيفك الكريم بأنه بداية يحق له كأغلبية أن يقول ما يشاء، وأنه أنا يعني أنا مواطن، أصغر مواطن سوري كمان إذا بعدهم ما سحبوا عنا الجنسية، يحق لي أن أقول ما مقدساتنا. هو قال أن حافظ الأسد هو مقدس وهو رمز وهو هذا الشيء ولا يجوز المساس به. أنا بالنسبة إلي يا سيادة العميد، بالنسبة إلي فقط احترم دم شعبي، هذا ما أطلب منك كلبناني. المقدس الوحيد في سوريا هو دم الشعب السوري، هو شعبي الذي يقصف بالسكود، هو شعبي الذي يقصف بالميج، هو شعبي الذي يستشهد كل يوم بهذه المعركة بين نظام وشعب. ما دون ذلك لتنتقد من تريد فلا يوجد مقدس في سوريا. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية استاذ درار،
انتم تكلمتم ونفت هذا الكلام. انا وقت قلت انه انت كنت معي بالحلقه، لا انا كنت عم بحكي على الامين، على العميد امين حطيت لما كان ينكر وجود مقاتلي حزب الله بحلقه مع بولا يعقوبيان، وصار بيني وبينه مشكل لانه انا عم اقول في مقاتلين حزب الله وهو عم يقول لا ما في. غريب انه اليوم كان يتبنى فكره وجود مقاتلين بل ويجد لها مبررات. يعني هذا هي الموضوع اللي نحن ننسى، مش ننسى، نستسخف الجمهور لهذه المرحله. من كم اسبوع كان عم يقول لا يوجد مقاتلون، اليوم يعترف. انا اللي قلته ان هناك خطاب مشابه لخطاب القصير اليوم روي عن الرقه اذا بتذكروا استاذ درار، وقد سقط تمثال حافظ الاسد وقد قيل انه خلال بضعه ايام سيكون هناك تحرير للرقه. هذا الكلام منذ 3 أشهر لم تستطيعوا حتى الآن الدخول إلى الرقة. بكل الأحوال كمان بتمنى أشوفك هناك أستاذ درار. بكل الأحوال ما يقوله عن موضوع أردوغان ويتمنى علينا أن نذهب اليوم إلى سوريا، صدقني يا أستاذ درار أنه أنا فوت على سوريا أكثر منك. أنت قاعد هلأ بالشام وقاعد بكذا، أنا أدعوك تفضل على إدلب، عنا مقر هيئة أركان جيش حر ومقر نظامي، تتفضل تزوره. طب تتفضل على عبر باب الهواء. أنا كان عندي محاضرة في محافظة إدلب، اسأل وين كنت أنا، سأل وين يعني هو انتم انا ما شايف هذا الشيء. يا استاذ محمد بس يعني بطلب منك ما تقاطع طيب تفضل. اذا بتريد انت تحدد المدن والمحافظات كما تشتهي، يعني اذا انت استطعت تدخل لوسط مدينه ادلب الذي يتفادى الجيش السوري الحر الدخول بمعركه به حمايه لارواح النازحين من الارياف تقول انك دخلت الى ادلب. معبر باب الهوى اراضي سوريه او لا؟ معبر باب السلام اراضي سوريه او لا؟ الرقة، درعا، ريف حلب بكامله أراضي سورية أو لا؟ أنتم تفصلون حتى الوطن على قياسكم. بكل الأحوال ما قلته عن مسألة أنه نضب غراضنا ونجي، صدقني أنا ضابي بغراضي ونازل وبوعدك أنه نلتقى ونازل. بس بدي أسألك، يا تقول لي اليوم عن أردوغان وتقول بأنه يا أستاذ أنا توقعت هذا الكلام ممكن يطلع من عمران الزعبي بهي الطريقة الكوميدية بس استفزازي، يعني أنا قلت أنه لهالمرحلة هي ممكن نستوعبه. أما أن تتبنى أنت والمعروف بوسطيتك واعتدالك بالخطاب هذا الكلام حقيقة فاجأني. أردوغان تقول أنه لم يعرف أن يتعامل مع المتظاهرين، عمران الزعبي قال إذا لم يكن أردوغان قادرا على التعامل مع المظاهرات السلمية يجب عليه أن يرحل. يعني شو بيحب السيد عمران الزعبي؟ كيف يتعامل مع أردوغان؟ بالسكود ولا بالميج؟ ولا نبعت له مثلا جميل حسن أو رستم غزالي لعند أردوغان؟ بدي أعطيك فرصة بس قبل، يعني لأنه بدنا نرجع ناخد فاصل، بس بدي تأختم هالمحور. بدي أسألك أستاذ محمد، شو نسبة الأراضي يلي بتسيطر عليها أنتو كجيش سوري نظامي؟ نعم، أول شيء أستاذ وليد، يعني أنا ما بتمنى أنه يكون أحد غير السوريين مدافع عن ديكتاتور قتل السوريين وسهل الإشكال فيما بين السوريين وغزة وهو معبر أساسي للقتل في سوريا، وهذا ما غزاه أردوغان وهذا ثبت لكل الناس إن كان موالي أو معارض. عم تحكي عن خامنئي ولا عن نصر الله ولا عن بوطن؟ لأنه شوي هلا أنا بتمنى ما تقاطعني يا أستاذ لؤي، أنا عم بحكي الأمور كما هي. أنت تحدثت عن الرقة، أنا تحدثت قدك 30 مرة عن الرقة. أستاذ محمد هلا بكل الأحوال لا يعني ايه. لا يعني يا أستاذ وليد، لا يعني إذا كان هنالك بعض المدن بخيانات معينة أو بشيء ما أو بلعبة دولية سقطت، هذا يعني أن تكون مستمرة لأجل غير مسمى. اليوم حلب أنا بشرك أنه كمان أيضا طلائع القوات الخاصة الهامة جدا قوات النخبة بدأت بالتهافت لحلب لعملية ضخمة جدا ستكون أيضا قاسمة لمشاريع كبرى وأحلام كبرى للعثماني ولغيره. عظيم، بس بعد ما جاوبتني داي نسبة الأراضي التي تسيطر عليها القوى النظامية؟ جاي جوابك وقت اللي عم بتحدثوا انه في معركة كانت كبرى في درعا وينتهي هذا الحلم وما في سيطرة على درعا. عد عندك حمص في يد الدولة، عندك درعا بيد الدولة، الساحل السوري كله، في عندك قسم حلب المدينة تقريبا بكاملها عدا الأطراف مع جنب المطار في شوي صغيرة ما أنه موجود. المحافظة إدلب كلها مع المدينة بخلاف بعض القرى التي تحازي الحدود التركية نظرا لموضوع دولي وتعقيدات دولية يعلمها العميد أكثر من غيره، يعني إلى علاقة في القضايا العسكرية وقضايا خطرة، يعني مع علاقة في اندلاع يعني الحرب مع القوى النظامية 60%. وبتحكي أكثر من هيك ما بقدر أنا أجي إلك نسبة محددة بالضبط، بس تقريبا بس عم بشرح لك واقع مدن دمشق وريفة. وين الريف اللي كانوا يتحدثوا عنه في دمشق؟ اليوم القوات السورية في عمق دوما في عمق كل الأماكن يا أستاذ. طيب. وين معركة تحرير دمشق للمرة الرابعة والخامسة؟ كل هالأحلام انهارت. أنا برأيي لن يفيد
كل هذا الموضوع الصراع أكبر من الذي يسمي نفسه أنه عنده هيكلية ومسمي أنه في جيش حر وغير حر. يجب أن يكون هنالك جيش واحد لسوريا، والجيش الحر إذا مزبوط بده يقاتل إسرائيل ولازم أنه بده يكون عنده كيان، ما لازم يضرب الرادارات اللي هي تحقق مصلحة إسرائيل يا أستاذ وليد. واضح أستاذ محمد، رح أرجع معك لكثير من التفاصيل، بس قبل بدي كمان أسأل زيت السؤال إلى الأستاذ لؤي. أستاذ لؤي، برأيك يعني الداي كجيش سوري حر وكل التنظيمات يلي أنه مع الجيش السوري الحر، إلى أي حد دين نسبة الأراضي التي تسيطرون عليها؟ نسبة اللي بيقدر يمشي فيها هلأ الأستاذ درار ينزل هلأ يفتح مفتاح سيارته ويمشي بالشارع، هلأ هو على الأستاذ المزي، يعني بيقدر يلف هيك على المحلق ويفوت على دارية مثلا 150 متر، بيقدر يطلع على طريق المطار يا أستاذ درار مشان الله، بعرف انه اللي عم يحضروك لبناني. طب انا بتحداك تنزل وتتصور وين؟ بس على دارية. خلصنا بقى يا أستاذ درار، الله يخليك، الله يوفقك، نحترم بعض يا أخي، نحن عصابات إرهابية يا أستاذ درار، يا أستاذ درار لا ما بيمشي الحال بدارية أو بغير دارية، أنت بتعرف أنت ما بدكم أستاذ محمد، أستاذ محمد أنا بعرف المسحت في دارية يا أستاذ محمد، أستاذ محمد بس خلي كمل، خلي كمل. أنا حدث عن دارية؟ لا 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 لا، ودارية مسح كل الإرهاب فيها؟ لك عين وعم تحكي طريق المطار انا اعمل لك يا استاذ من روسيا وتونس ومن كل الدول الغير استاذ لؤي، احترموا عقل المشاهد استاذ محمد، استاذ محمد استاذ لؤي ما جاوبتني بعد على السؤال اللي طرحته عليك، نسبه الاراضي التي بالنتيجه موجود فيها الجيش السوري الحر يا سيدي ريف. ادلب بنسبه 90% محرر. إدلب المدينة لم يدخلها الجيش السوري الحر فقط تقديرا لخصوصية أن بها أعداد لاجئين كبيرة، وكان للجيش السوري الحر خبرة سابقة مع هذا النظام في مراكز المدن، يعني مثل حمص ومثل حلب، وما مدى الهمجية التي ستقصف بها المدن إذا ما دخلها الجيش السوري الحر. فلظروف تكتيكية تتعلق بالجيش السوري الحر وطبيعة عملياته لم يدخل إلى مركز مدينة إدلب، يعني من الحدود التركية وبعمق أكثر من 45 كيلو لا يوجد وجود لنظام بشار الأسد، واللي بيقول لك غير هيك بيكون مع احترامي له مانو دقيق. الرقة محررة. بتحب تقلي لا أستاذ درار؟ تكون أستاذ درار أنا عم بسألك أحسن ما نرجع هلأ الجدل، لأنه بدنا ناخد فصل إعلاني. يعني برأيك في نصف الأراضي السورية هن مع الجيش السوري الحر؟ أنا برأيي أن كل الأراضي السورية هي نقاط اشتباك وكر وفر مثل ما وصف ضيفك مع النظام، لكن هناك ما يفوق 50% هي مناطق بعهدة أهلها محررة لا يوجد فيها أي وجود للنظام، بعهدة أهلها وليس الجيش السوري الحر. إذا ما كانت النسبة أعلى، يعني أنا إذا بحكيك عن كل الأرياف، معظم أرياف محافظات سوريا في عهدة أهلها محررة من نظام بشار الأسد. وهذا الكلام إذا بده يقول لي لأ عليه، يعني ما بعرف بده يكون ما يعني ما عم بفهم. طيب. أنا حقيقة ما عم بفهم يا أخي، مراكز المحافظات دوما حرستا بيقدر يفت لضيفك، جنبه الريف، الريف جنبه بعيد 500 متر، دارية، طريق المطار، يا أخي إذا بيقدروا يفوتوا على المطار وقال لي ها 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 وسيطرنا على طريق المطار ولا أطلع التونسيين والأفغان والبرتغاليين، طب ليش عم يسافروا عن طريق المطار؟ على كل حال يا أستاذ درار، يا أستاذ درار إذا بتريد أستاذ وليد، يعني ليش عم يسافروا عن طريق مطار بيروت توفيرا للنفقات؟ ممكن يخلوا فيصل مقداد ووليد المعلم يسافر من مطار دمشق الدولي؟ يعني الا اذا في مخطط لدعم الاقتصاد اللبناني. بس هلا في شغله يعني بيلي عم تذكرها استاذ لؤي، يعني يمكن انه تكون المناطق غير امنه، بس وجود مناطق غير امنه لا يعني حكما انه انتم عم تسيطروا عليها، لانه سياسه الجيش السوري الحر يا سيدي لا تتعلق بمفهوم الاحتلال. مفهوم الاحتلال هو لدى قوات النظام فقط، نقصف مدينة بالسلاح الغير تقليدي، نضربها بالصواريخ البالستية، نضربها بالدبابات، لندخل 10 دبابات ونصور بالكاميرا تلفزيون الدنيا وننسحب. هذا مفهوم احتلال. الجيش السوري الحر مهمته تحرير الأراضي وإعادتها إلى الشرعية التي نؤمن بها، وهي الشعب السوري، هي أهالي المدن، هي المجالس المدنية المحلية. طب يا أستاذ وليد، حضرتك من بداية الثورة لليوم كم مرة نظام بشار الأسد معلن تطهير دارية؟
كم مرة معلن تطهير دوما؟ مش كل خمس أيام ودخلت القوة. رح ترجع تجاوب أستاذ محمد، بس رح ناخد فصل إعلاني ثم نتابع هذا الحوار. جنرال، قبل ما نبلش بتداعيات الأزمة السورية على الواقع اللبناني، نعم، بدي أرجع للسؤال يلي طرحته على الأستاذ لؤي والأستاذ محمد. يعني كعسكري أنا برأيك من نعم يسيطر اليوم أكثر على الأراضي السورية؟ أنا كعسكري يلي بدي أقوله لا موجه لا للأستاذ محمد ولا للأستاذ لؤي، بس في قول بيقول ما منكذب، أكثر شيء منكذب قبل الانتخابات بوقت الحرب وبعد رحلة صيد. هذا القول لكلومونسو لما بيقول بالفرنسي on ne mange jamais tant qu'avant les élections pendant la guerre et après une partie de chasse. ما في حدا، مع احترامي لا استاذ محمد ولا استاذ لؤي، ما في حدا يعرف على المضبوط هيدا وين مسيطر وهيدا وين مسيطر. ليه يعني في تداخل برأيك؟ في تداخل كتير، وما فينا نعرف على المضبوط شو الواقع على الارض اذا ما عندنا صور بال 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 بالاقمار الاصطناعيه، خبر عسكريين، يمكن مثلا جيش نظامي لابس جيش حر يقولوا هاي المنطقة لجيش الحر أو العكس، ما بنعرف. يعني على كل حال من النظرية العسكرية البحتة ما ممكن نعرف بالتحديد مين مسيطر أكثر من مين. طيب ما دام عم نحكي عن النسب، أستاذ سيادة العميد، بس فيني أعطيك نظرية؟ تفضل. يعني عفوا حضرتك أكيد أعلم مني بالأرض، بس أنا بدي أعطيك نظرية. أنا ما أعلم منك. في نظرية بسيطة كتير بتقول لا بقصد العمل العسكري، اكيد حضرتك عميد وعسكري، انا مدني. فضل. بتقول من يقصف من السماء لا يملك الارض، نظام يقصف بالطيران الحربي ويقصف بصواريخ السكود، برايك معقول تكون قواته على الارض منطقيا عسكريا؟ انا تقلك شغلي تقول بالمنطق العسكري، انا ما في شك انه اللي انتوا عم تعملوه كجيش حر ضد النظام هو حرب عصابات، يعني مش انتو عصابات، الحرب هي عاصبة عصابات، نوعية الحرب، نوعية يعني الحرب عصابات. أيه. وما في شك انه وجودكم على الارض ممكن يكون معك حق، بس انا ما عندي الدليل. وجودكم على الارض هو وجود ممكن يكون اكتر من جيش النظام، بس انا هقول لك اكتر من هيك، انتو اذا سلحوكم الاوروبية بالصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للطائرات، بعتقد بجمعة بتقلبوا المعادلة، لأنه أنتوا موجودين بمحلات على الأرض يمكن بمساحات ضيقة فيكم تستعملوا هالسلاح لحتى تؤذوا النظام، بينما يمكن النظام موجود بمساحات أكبر. بس أنا تقلك شغلي، تقلك أنه قديش نسبة النظام مسيطر وأنت مسيطر، أنا ما في أعطي رأيي بهالموضوع. استاذ لؤي، ما دام عم نحكي عن النسب، البعض بيقولوا انه كمان فيما يتعلق بالنسب انه في مشكل عندكم كقوى معارضة، بمعنى انه جبهة النصرة اكثر فاكثر عم بتسيطر على الارض وبالتالي على العمليات العسكرية. فينا نحدد كمان بلغة الارقام ما هي نسبة مشاركة جبهة النصرة وما هي نسبة مشاركة الجيش السوري الحر في المعارك وفي حتى السيطرة على الاراضي؟ نعم أستاذ وليد، أكيد يعني مسألة جبهة النصرة ومسألة الحركات، يعني دعني أسميها الحركات الإسلامية المتشددة نوعا ما، بغض النظر إن كنت أتفق أو أختلف مع هذا الفكر، لكن هو مسألة تضخم إعلاميا ويجري التركيز عليها بشكل يعني معروف للجميع. لماذا؟ تبرير المجتمع الدولي بعدم التدخل وعدم مساعدة الشعب السوري، مبررات لحسن نصر الله لكي يدخل ويقاوم التكفيريين، حسن نصر الله الليبرالي، يعني مش ما بعرف، بكل الأحوال يعني هي مسألة تبرير لتأخير دعم الشعب السوري، وهي بالتأكيد ليست حقيقية. يعني إذا كنا نريد أن ندخل بالأرقام فمثل ما قال سيادة العميد، من المستحيل اليوم في واقع الأرض أن تأتي بأرقام دقيقة. يعني هناك تقارير تتحدث عن بضعة آلاف، بضعة آلاف ضمن 25 مليون سوري على مساحة 185 ألف كيلو مربع، أعتقد أنها ليست أرقام. لكن أنا الذي أريد أن أسأل، لا بس بدنا ناخد بضعة آلاف على عدد الجيش السوري الحر، يعني هي هون اللعبة بدها تصير. 280 ألف مقاتل مجدولين ضمن أرقام هيئة أركان الجيش السوري الحر، هلا قديش منهم بحالات اشتباك وقتال؟ لأنه هو الرقم قد يكون كبيرا للوهلة الأولى، لكن اللي بقول لك يا جيش نظام بشار الأسد دخل معركته مع الشعب السوري، يعني العديد 185 معك بس عديد الجيش السوري الحر 280 ألف مقاتل
دخل فيهم جيش النظام. أنا أتكلم عن المقاتلين المجدولين ضمن قوائم هيئة أركان الجيش السوري الحر. هلأ أدي اليوم في مسلحين بسوريا؟ نعم. أدي في مسلحين بسوريا؟ بقول لك أكثر. أدي من هؤلاء المقاتلين 280 ألف يشاركوا في الجبهات؟ هذا أمر تفرضه طبيعة الأرض العسكرية لأنها حسب التوزع الجغرافي. وأنا أقول لك أن هناك خلل لحد اليوم في آليات العمل يجري العمل عليه ومعالجته في موضوع الانضمام إلى الجبهات القتالية أو اشتراك وحدات قتالية أقل أو أكثر، وما هي مسألة المخزون الاستراتيجي من التسليح، وبماذا نزج بالمعركة وبماذا لا نزج. لكن اللي بدي بس السؤال هون قبل ما أرجع لأستاذ محمد، من يقاتل في القصير اليوم من قبلكم؟ مقاتلو الجيش السوري الحر، كتائب الجيش السوري الحر، المقاتل الأساس في القصير اليوم هم أهل القصير وثوارها، ووحدات مؤازرة من كتائب الجيش السوري الحر أتت من حلب، من دير الزور، من الرقة، من حمص. يعني تصور حمص التي تتعرض لأعنف أنواع الحصار والقصف شاركت في القصير. لكن أنا معليش خليني كيف بس كيف تمكنت من الدخول؟ يعني بس يا سيدي رابضت لمدة أسبوع بسبب الطوق الناري والقصف والاستهداف العنيف، رابضت لمدة أسبوع حتى تمكنت من كسر هذا الطوق ويعمل على تحرير الطريق الواصل إلى القصير وفتحه، لأن هذه الوحدات عانت كثيرا حتى دخلت إلى القصير، لكنها استطاعت مساعدة أهل القصير الأبطال والذي لهم الفضل الأساسي وليس لأحد أي فضل على مدينة القصير لأنها مدينة سورية وأهلها أهلنا وبها آلاف المدنيين. لكن قبل ما تنتقل الأستاذ درار، أتمنى أن تنقل كمان هاي المداخلة بطريقة أكل عنده، باعتبار هو يقول اليوم أن الجيش السوري أو جيش نظام بشار الأسد يعني ما عليه اللي يقول أنه في وضع قوي جدا، مسيطر، ينتصر، المؤامرة خلصت أو هي بطير الانكسار، اندحرنا، صرنا عقارعة الطريق. من يقول هذا الكلام لا يحتاج لبضعة آلاف من مقاتلي حزب الله. من يقول أنه يسيطر يعني يا أخي حتى لو بالحد الأدنى، مع أنهم موجودون اليوم في حلب، تصور وصلوا إلى حلب، ما زالت حملة التفتيش عن قاتل الإمام الحسين عليه السلام مستمرة، وصلت إلى حلب ودمشق. بكل الأحوال من يقول هذا الكلام لا يحتاج إلى مئات، حتى لو قال لي موجودون في المناطق الحدودية مثل ما قال بشار الأسد. يا أخي جيش نظام دخلتم به المعركة 385 ألف مجدولين بإدارة شؤون الضباط، هذا تعداد الجيش النظامي بحالته الطبيعية بدون مقاتلي الاحتياط، هيك دخلتوا المعركة. اليوم بدتوا بحاجة 1000 مقاتل من حزب الله أو 2000 أو 10، بس بده يجاوبني جواب يحترم به عقلي وعقل الجمهور الذي يشاهده. طيب. يعني أنا منفتح على الإجابة لمرحلة لا أستاذ وليد، واضح لمرحلة أن يقول لي أن هؤلاء المقاتلين دخلوا إلى سوريا ليحتفلوا بالنصر مع جيش النظام. طيب. هؤلاء جنود كشافي دخلوا بالطبول والأبواق بدهم يزمروا ويغنوا ويحتفلوا بالنصر. ما تسبق علي يا أستاذ دعي، يا أستاذ دعي ما تسبق علي بالجواب، سكر عليه مشان ما يعطيني جواب. خلينا نستمع جوابه، خلينا نستمع إلى جوابه. برأيه أردوغان فقد الشرعية، أستاذ محمد أردوغان فقد الشرعية لأنه عم يقتل شعبه. واضح أستاذ محمد، عم تسمعني؟ نعم أستاذ وليد. سألك سؤال واضح، يعني لأنه نتفي سألته فيما يتعلق بعديد الجيش السوري الحر والجيش السوري النظامي، عم بيقول أنه لو صحيح مثل ما عم بتقول عم بتبشر أنه ببداية النهاية، أنتوا كنتوا عايزين حقيقة أنه بضعة آلاف أو بضع مئات ما حدا عارف من عناصر حزب الله لحتى يقاتلوا إلى جانب الجيش السوري النظامي؟ أول شيء أستاذ وليد شوي بالعدالة بالوقت، لأنه أول شيء مفترض كان الدور عليه بدي يرجع، يعني هلأ صار راحت ربع ساعة بإجابة هذيك، ما من يعني راح تضيع الوقت. أنا سياسة تضيع الوقت بعرفها. لا 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 ماني عم ضيع لك وقت. لا لا ما بس عندك ما عندك أستاذ وليد، بس السؤال ضروري لإله. تفضل. لا لا ما سؤال واحد صار يعني صار ملحمة من الأسئلة. خليني جاوب أستاذ وليد، صار لكم 42 سنة أخذين الأدوار، تركوا لنا شي دور يا أستاذ زعيم. ماشي حال هلا بدك تسمع عائلتك، ما فيك تسمع، خليك تسمع شوي بس اسمع تفضل. طيب لذلك أستاذ وليد، أول شيء موضوع الكلام من هون وهون أنه ما يسمى هالفصائل اللي ميليشيات مسلحة أنه عم تقاتل في سوريا هي مسيطرة بنسبة أو بغير نسبة، أنا بعتقد هالكيان كله الكينونة اللي عم يتحدثوا عنها، وأنه في 380 ألف، لو في 380 ألف أصلاً هذا رقم ما كنت بتلاقي شيء في سوريا اليوم، ما كنت لقيت الحرب. هذا الكلام يعني كلام للإعلام ما في مشكلة يحكي الواحد اللي بده إياه، ولكن حتى هذه اللحظة مجموعة الأهداف التي طرحت والتي ينفذها هؤلاء في الميليشيات لصالح الإسرائيلي، يعني أنا اليوم مستغرب كيف الأستاذ لؤي بيقبل على حاله يمثل
ودور الإسرائيلي ويدعي إنه هو جيش حر وبيقول لك نحن ما عنا عتاد، مثل ما حضرتك بتقبل على حالك تمثل الجهة التي حملت حدود إسرائيل. استاذ لؤي ما قاطعك استاذ محمد، تفضل استاذ محمد. ما قاطعتك، طيب حكيت اللي بدك يا، ما بيجوز. هي الأسلحة يا استاذ وليد فيك تشوفها، هي منا مرجلة هؤلاء الميليشيات، هو أسلحة إسرائيلية، تطلع عليها منيح إذا بدك، خود زوم أوت عليها، ومستعد أبعت لك إياها، كلها أسلحة متطورة بتبلغ عشرات الآلاف من الدولارات القطعة. ما نلعب هي القضايا. إيه هودي هن مزودين فيها؟ وأجهزة التجسس والتنصت. إيه هن نعم؟ هن مزودين فيها يعني؟ مزودين فيها، والصواريخ اللي عم يحكي عليها العميد إنه لو أتيح إلهم إنه توصل لهم وصلتهم من زمان، وهي النكتة اللي هلأ عم يقولوا لك إنه موضوع لعبة التسليح إذا أفرج عنا من أوروبا، هي لعبة قديمة. الفيلم انتهى يا أستاذ وليد، بداية نهاية سحق الإسرائيلي والمشروع الغربي في المنطقة بدأت. قد تطول القضية ولكن الأمر أبعد مما يتحدث عنه ضيفك من تركيا. أنا بقول لك يا أستاذ لؤي، أنا تواردني عن كثير منكم إنه هو حابب يرجع على سوريا، وقالوا لي إنه أنت واحد منهم. أنا بكفلك العودة والتوبة إذا حابب ترجع للنظام في سوريا. والله أنا يا أستاذ درار لحظة ما بارك إجيت، أنا من الذين يدعوك الآن إلى انشطاط والقدوم إلى تركيا. بدك تسمح لي قبل، هلأ غيرك كان أشطر منك، ما بتمثل شيء، وديك الدول الكبيرة حكوا معنا وما بيمشي الحال، ما هون المشكلة. بس أنا عم لك قالوا لي إنك أنت أنا بمثلهم كلهم، أنا عم بدعيك وأنا ضماني هي قدام على الشاشة، أنا ضماني، أنا ضماني إلك، أنا يا سيدي رجاء للدولة ولشعبك ولياسر حرة ديمقراطية. استاذ محمد، استاذ محمد، المهم استاذ وليد، استاذ محمد بهذا الموضوع يعني الجيش السوري، ايه الجيش السوري، لانه البعض بيقولوا انه الجيش السوري يلي كان معد بالاساس لمحاربه اسرائيل صار بحاجه لحزب الله لحتى يسيطر على على منطقه معينه او مناطق معينه في الداخل السوري. يا استاذ وليد، الجيش السوري حتى الان هنالك اعداء داخل سوريا، يعني عدو الداخل المتصهيم في الداخل الذي يخدم أجندة إسرائيلية، شو بدك سميه؟ أنت بتعرف هذا الموضوع تماما، لأنه بلبنان حصلت هاي اللعبة وتطبيقها أو نسخها على سوريا أمر مركب. انتهت القضية، المشاريع اللي كانوا عم يتحدثوا عنها واللي هي أهداف استراتيجية تقسيم سوريا سقط. راح أعدل لك ياهم، موضوع إحداث شرخ طائفي في سوريا وطوائف معينة وقتل وتشريد المسيحيين كما حصل في العراق انتهى. تقسيم الجيش انتهى، فرط الدولة انتهى. طيب ما بقي عندكم اي هدف، عن شو بعدنا عم نبحث؟ نحن اليوم البحث قائم انه هل شرعية الدولة في سوريا قائمة باعتراف العالم ام لا. انا بقول لك ايه، لانه ما زالت الدول كلها تتعاطى مع سوريا ومع الكيان السوري على اساس دولة، وهذا الحديث اجى على لسان رئيس بشار الاسد ليأكده كرئيس دولة. طيب اكثر من ذلك، هلأ ضيفك عم بيقول انه انا معتدل. طيب أنا أتحدى أي واحد بهؤلاء البرة بالمعارضة أن يتحدث بكلمة من التي أتحدث بها نقد للنظام من داخل سوريا، عم البنية التحتية اللي إله في كل شيء، ولكن أنا ما بروح بشتغل مع الأجنبي وبقبض وبروح بقعد بالأوتيلات الخمس نجوم، لا. فهي اللعبة يا أستاذ وليد. أما عن من هنا تقبض أستاذ درار؟ أنت يا حبيبي إذا بدك تسألني منين عم بقبض، أنا شاغل 25 سنة، يعني أنا عندي ولد قدك بالضبط بالعمر. بدك تنتبه إنه أنا تاجر في أفريقيا طول حياتي. ما قللت لا من إيه، لا لا قللت من إيه. يا أخي أنت عم بتقول منين عم بقبض؟ عندما تتهم، عندما تتهم كل السوريين الذين يعملون في العمل السياسي المعارض، أنت عم تتهم السوريين الذين يعملون بالعمل السياسي المعارض بأنه بنقبض. أنا بحالي إذا وبعدين بدك يا ردو، أنا عم أقول لك أنا عندي فضل. تجارتي وعنا أموالنا ومنا بحاجة حدا ولا قابضين في حياتنا من حدا ليرة. أنت بتعرف وغيرك، واسألوا أنتوا كيف بتقبضوا أموالكم. أنا ما نام على حساب الدولة ولا نمت بخمس نجوم على حساب أي حدا أجنبي، بدك تنتبه منيح. لذلك أستاذ وليد عن موضوع إسرائيل، طيب اليوم وقت إسرائيل بتقاتلك في داخل سوريا لحتى تقوي موقفها، أنت شو بدك يكون موقفك في هالحالة؟ تتركهم تستشرس القضية واللعبة؟ الموضوع أكبر من هؤلاء الميليشيات وأكبر من هذا الكلام كله، وفي موضوع عنوان كبير أستاذ وليد، وعامل لك سكوب للنيو تي في وإلك بالذات للأم تي في لموضوع هالحلقة بموضوعية في سباق التسلح. أرجو منك أنك تشوف
هي المنظومة وين الحديث رايح يا أستاذ وليد؟ شوف حبيبي، هي منصة وهي العميد جورج صغير مع جنبك بيشرح لك. هي منظومة الأس 300. ايه خليني احكي. شوفها منيح. طيب شو بدك تقول؟ بدها شرح مفصل، بدها حلقة. يعني الموضوع أكبر من هؤلاء بكثير جدا. الصراع الذي يجري في سوريا صراع محاور دولية، والكباش مستمر على الأرض السورية، وهو التفاصيل صغيرة قدامهم هو. خليك معي استاذ محمد، استاذ وائل خليك معي. لا بس لا لا, لا لانه موضوع معلش اذا تريد لا تقاطع لا تضيع الموضوع. بدي يا استاذ وليد، لانه هي سكوب لك لاول مره يا استاذ وليد، تعرض المنصه لاول مره يا استاذ. ممنوع المقاطعة. طيب استاذ محمد، انا برايي رجاء لإلي، رجاء لإلي، معلش انا مثل عم تقلي بعمر ابنك، رجاء لإلي يا شيل لعبه الليجو اللي بايدك على جنب، واحترم عقول المشاهدين، لانه عندي منهم بالبيت كتير وقت كنت صغير. هلا بجيب لك صور كل شيء طيارات. ابعث لك اياها استاذ وليد. يا استاذ بدي ابعث لك اياها، بس توصلكم من الروس اللي عم تتفق في القضايا العسكريه. بس توصلكم من الروس يا استاذ لو سمحت. استاذ ضرار اذا بتريد لا تقاطع، بس خلص خذ وقتك. لكن ما بيصير هذا الكلام يا استاذ محمد. استاذ محمد خليه يجاوب. مزوره، انت نشرت صور مزوره لسلاح اسرائيلي تقول ان الجيش السوري الحر يملكه، ونسيت صور السكوب الذي يدك به أهلك يا أستاذ ضرار، نسيت صور طيران الميج ولا يتملك إثبات أن هذا السلاح بحوزة الجيش السوري الحر، تمتلك صورة سيارة جيب ولز مدير 1960 في الأستاذ السير. وليد هذا كل ما استطعتم إثباته. أستاذ في طيران ميج يدك أهلك في سوريا، في صواريخ سكوب، صح أو لا؟ يعني تتجاهلون هذا الموضوع. هل تقبل لابنك المنزل اليوم يا استاذ ضرار اللي عم يشوفك ان يرى ابوه عم يدافع عن نظام يقتل الشعب بهذا الشكل؟ ومساله عودتي الى سوريا وما تناهى الى سماعك، نعم ساعود الى سوريا، وانا اعود طبيعا الى سوريا الى المناطق المحرره. لا بدك تنشغل عن مكاننا انت، ترجع يا اخي مصادرك استاذ محمد. استاذ محمد واستاذ زؤي، استاذ محمد استاذ زؤي، بدي ارجع لدفي الاستوديو معك عمي. هالمنظومه يلي شفناها ماذا تعني بالنسبه لإلك؟ هيدي المنظومه انا برايي اسرائيل بتسمح انه من وقت لوقت حزب الله هي وياه يعملوا حرب اصبع الجليل، حرب عنائيد الغضب، حرب 2006، ويمتلوا 200 300 قتيل من الاسرائيليه، لانهم على طول بدهم وقود انه يمتلون مشان الامه اليهوديه. وبتسمح اسرائيل انه يكون في إيران يكون عندها أملة نووية. أستاذ ضرار ما بتصلح لشي، تصلح للعبة جيم أستاذ، تلعب تصلح لأطفال عمرهم 4 سنين، جايب لنا لعبة بلاستيك بعد ما وصلوا المنظومة الروسية. هيدي مجسم يا أستاذ لؤي، أستاذ لؤي هيدي مجسم، كمل عميد كمل. ما رح خليهم رح يكملوا، رح يكملوا بين بعضهم. طيب إذا بتريدوا معلش خلونا نحكي. بتسمح إسرائيل إنه يكون إيران عندها أملة نووية. ليه؟ لحتى تعمل توازن الرعب النووي اللي كان عامله الاتحاد السوفيتي وامريكا بالحرب البارده، وبتضل هالشيء موجود، بضل هالشيء موجود حتى يقشط من الداخل واحد من اثنين. هيك اللي صار بالاتحاد السوفيتي. ليش بدها اياها هيدي اسرائيل؟ لانه اسرائيل بتعرف انه اذا اجى السلام لعندها، معلش خليني استطرد شوي استاذ وليد، يلا. لما اجى لما بده يجي السلام لعندها بدها دولتها اليهوديه. نحن بنعرف انه سنة 48 من اصل 900,000 فلسطيني بقي 150,000، صاروا سنة 2013 مليون ونص، بعد 20 سنة 3 ملايين. اثنيناتهم عندهم الهوية الاسرائيلية، عند بس مختلفين دينيا عرقيا وثقافيا، فهيدي اذا اختلفوا ومعهم ذات الهوية فهيدي الحرب الاهلية. وإسرائيل دا تعمل دولة يهودية بدها تكب برا هلا مليون ونص فلسطيني. لا يسمح العالم الحر إنه ينكب برا مليون ونص فلسطيني. فهيدي إسرائيل، وكان أفيغدور ليبرمان واعي لهالقصة لما قال إن الجو السائد في أوروبا هو الجو ذاته الذي ساد ما قبل المحرقة. يعني الأوروبي والأمريكان الدولة اليهودية اللي بدهم إياها إسرائيل هيدي ما حيشوفوها. يعني صواريخ اس 300 تنجى الموضوع يلي ما بتسمح فيه اسرائيل هو انه يتحيط طيرانا
مثل ما صار بسنة 73 حرب الغفران. حرب الغفران يوم كيبور لما الجيش السوري وقتها طلعوا غارة إسرائيلية ضربوا سوريا، كان وقتها حرب الاستنزاف. السوريين وقتها ضربت معلم شابوبا ما طلعوا والله صاروخ، طلعون يوم الغفران ونزل وعزلوا الطيران الإسرائيلي كليا، ونزلوا الدبابات الإسرائيلية حيصيروا على بحيرة طبرية، مما جبر أمريكا تجيب صواريخ طوكي بعدهم طالعين جديد ويستعملون أمريكان عبر جسر جوي جزر يعني باليرار بإسبانيا تيوقفوا المد السوري الدبابات. يعني شو بدك تقول؟ يلي بدي أقوله أنه إسرائيل لا تسمح بأن يدخل سوريا. أول قبل كان في ضماني من سوريا أنه ما منعطي سلاح مضاد للطائرات لحزب الله، هلأ الضماني سقطت، والدليل على الشيء انه ضربون اول مره وضربون ثاني مره. بس اذا بده يوصلوا لهوني والنظام شايف حاله مرجرج الى حد كبير، بده يلعب على الكل، فلتسقط يسقط الهيكل على رؤوس الجميع، بده يعطي صواريخ لحزب الله. هالشيء ما لا تسمح به اسرائيل. يعني صواريخ، يعني صواريخ اس 300 لن تصل الى سوريا. واذا وصلت الى سوريا انا بعتقد اسرائيل سوف يكون نهايه النظام السوري، وهذه الاساس 300 بمثابه الباتريوت الامريكاني. فصل اعلاني ثم نصل الى الفقره الاخيره من هذه الحلقه. استاذ لؤي، رح ابدا معك بختام الحلقه، بدي اسالك عن شو صار ببعلبك اول امبارح بالليل، وهل صحيح بالنتيجه انه الواقع اللبناني او الوضع اللبناني يدخل شيئا فشيئا في المستنقع السوري، وخصوصا بعد تهديد جبهه النصره والجيش السوري الحر بالرد على حزب الله في لبنان؟ نعم، أول شيء بما يختص بتهديد جبهة النصرة فلست في موقع الإجابة عنه إذا كان صحيحا أو لا، أو عن أي أمر يتعلق بجبهة النصرة، لأننا كما أعلننا مرارا لا يوجد أي علاقة موضعية بين قيادة الجيش السوري الحر وجبهة النصرة. في مسألة تهديدات أو تحذير اللواء سليم إدريس رئيس هيئة الأركان بمسألة استهداف الداخل اللبناني، كان هذا التحذير واضحا بأننا من انطلاقا من حقنا في الدفاع عن النفس سنستهدف مرابط المدفعية ومنصات الصواريخ ومراكز تجمع مقاتلي حزب الله على الحدود الذين يجري استقدامهم إلى الداخل. لكن هناك يعني حقيقة يعني التعليمات الواضحة التي مع الكتائب من قبل قيادة هيئة الأركان ومن قبل القيادة العليا للأركان، وحتى رغبة من قائدة هؤلاء الكتائب بكل احترام للشعب اللبناني وبأن خط وأمن وسيادة واستقلال لبنان هو خط أحمر، لا نريد أن نجر لبنان وسوريا بناء على رغبة حسن نصر الله إلى محرقة. هذا مسألة، لأننا نعتبر بالأساس أن الشعب اللبناني هو شعب شريك في المعاناة من هذا النظام. بكل الأحوال نحن نلتزم ملتزمون بحقنا في حماية المدنيين، في الدفاع عن النفس، في التعامل فقط مع مصادر النيران. ما دون ذلك لا يوجد أي نشاط عسكري للجيش السوري الحر داخل الأراضي اللبنانية. مسألة الاشتباك الذي حصل هو حصل بإشراف حسن نصر الله وببركته. من يريد جر وخلق توتير مشكل وخلق مشكل في سوريا ولبنان هو حسن نصر الله، هو الذي دعا الى هذا القتال، بس ما هو الذي قال. بس ما كان داخل الاراضي اللبنانيه استاذ لؤي، لانه البعض له في التباس. لا لكن انا نعم لا لا انا اقول ان كان داخل الاراضي اللبنانيه او داخل الاراضي السوريه، لا يوجد اي نشاط مسلح لكتائب من الجيش السوري الحر داخل الاراضي اللبنانيه حتى الان، هذا بشكل واضح. هلا مسألة تانية، ما يحصل في القصير، هناك يا سيدي يعني فقط للتوضيح للجمهور اللبناني، هناك داخل القصير اكثر من 40,000 مدني سيذبحون وسيتعرضون يعني هم اليوم تحت طيران، تحت القصف بالصواريخ، تحت القصف بالمدفعية من قبل قوات النظام وحزب الله على الأرض، لأنه لم يعد من ممكن لقوات النظام أن تكون موجودة على الأرض. نحن نرجو من أهلنا في لبنان تشكيل أي ضغط على حزب الله، طبعا بالشكل والطرق المعروفة، باعتبار ناشدنا فخامة رئيس الجمهورية، وهنا لا أدعو إلى أي تحرك مسلح داخل لبنان، قدمنا 3 مبادرات لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية علنا، بنشر قوات اليونيفيل، بنشر الجيش اللبناني، بنشر أي قوة طوارئ عربية. يعني تصور نحن نقبل بنشر الجيش اللبناني فقط لوقف تدفق مقاتلي حزب الله إلى الداخل السوري، وقلنا مستعدون أن نلتزم بوقف إطلاق النار فوري، لكن للأسف هيمنة سلاح حزب الله على قرار الدولة اللبنانية التي يتباكون عليها، وأنا لا أعلم من هي الدولة اللبنانية. إذا كانوا هم الحكومة وهم الأغلبية في البرلمان وهم المهيمنين على قرار الدولة اللبنانية، ونقتل اليوم تحت مرأى هذه الدولة اللبنانية بسلاح حزب الله في الداخل السوري ويقولون لك أن الدولة لا تدخل. بكل الأحوال أهلنا في القصير صامدون. أنا ما زلت عند كلامي بأن ضيفك الأستاذ درار من دمشق إذا أراد
بعد أسبوعين نلتقي في هذا البرنامج ولن يستطيعوا لا التصور من وسط القصير ولا من أطرافها ولن يفعلوا شيء. يعني أنا بنصحه للأستاذ درار يكون معه سكوب تاني بس يبلغنا إذا في سكوب آخر غير لعبة الليجو هي تبع سبق لموضوعك، وإذا اعتمدتوا بالإم تي في أنه تحطوها مقدمات نشرات الأخبار لهذا السكوب أتمنى أن لا تظهر صورتي. بعرف أنه سي إن إم بي بي سي وسائل الإعلام كلها وقفت وراح تعرض بس هي السيارة البلاستيك اللي جايبها معه، بس أنا خبروني المرة الثانية في سكوب بس لألبس جرافات يا أستاذ وليد، هذا غدر ما بيصير. على كل حال بدي أتشكرك وموعدنا بعد أسبوعين، يعني إذا أكيد على الأقل باتصال هاتفي إن شاء الله تنشوف بالنتيجة شو رح يكون الوضع الميداني.